طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في استوديو صنعاء وحلقه جديده نتابع فيها مستجدات الامس. من راهم يوم امس يلاحقون مسيره الجياع في صنعاء؟ من منكم راى تلك الوحشيه والهمجيه والرجعيه تتجلى في اوضح صورها، تكشف عن وجهها البشع في مظاهره سلميه للعزل؟ من راى تلك القوه الخرقاء المدججة بالتخلف وهي تتبختر في أكبر حرم جامعي في اليمن، تستعرض عضلاتها على فتيات جامعيات يصرخن ضد الجوع لا غير؟ من رأى فزعهم وكل ذلك الاستنفار من مجرد صراخ سلمي، مجرد تعبير ليس عن رأي بل عن جوع وصل إلى العظم؟ ها قد كشف الحوثة اليوم عورتهم بكل سفور ونزعوا القناع عن وجوههم الحقيقية ليتضح ملامحهم البشعة وذلك النفاق. قد أفصحوا عن نواياهم المستقبلية المقلقة، كشروا عن أنيابهم وخبثهم وحقدهم على اليمنيين، يقدموا نموذجا مصغرا للطريقة التي سيديرون بها اليمن في خيالهم، نسخة من نظام الحكم الذي يريدونه أن بعد أن تضع الحرب أوزارها، أن يحكموا بالقمع والبطش والرعب والإذلال وأدوات القرون الوسطى، ويضربون بقيم العصر عرض الحائط. المهم فقط أن يحكموا، حتى لو دمروا بلد، حتى لو مات الناس جوعا. مظاهرة صنعاء الجايعة مجرد بالون اختبار، امتحان بسيط لفضح الحوثة وكشفهم أمام العالم المتشدق بحقوق الإنسان وتقاريره العوراء، تلك التقارير التي شجعت الحوثي على التمادي والتحدي. فمن سيوصل هذه الصورة الحوثية السوداء وشديدة القتامة إلى الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي ومفوضياتهم السامية؟ إذا أراد جريفيث أن يدعو اليمنيين إلى الحوار مع هؤلاء، يكفي أن ينظر أولا إلى أسلوب تعاملهم مع متظاهرات سلميات ليعرف مع من نتعامل وأي نوع من البشر نواجه. نتعامل مع عصابة بدائية خارج نطاق الزمن، نواجه ثقافة إرهابية لا تعترف بكرامة ولا بحقوق ولا ديمقراطية، لا حريات عامة، لا قيم عصرية، ولا حتى أعراف أو أخلاق قبلية. ما الذي تبقى ليعقل الجميع؟ ما الذي تبقى لتستوعب الكابوس الجاثم على صدورنا ونعي هذا الخطر الداهم على حاضرنا ومستقبلنا؟ إذا كان هذا تعاملهم مع حق التعبير عن الجوع، فكيف سيكون تعاملهم مع قضية الانتخابات والصناديق والانتقال الآمن للسلطة والتداول السلمي؟ كيف؟ إذا كان هذا تعاملهم مع نساء جامعيات وفي حرم جامعي، فكيف سيكون تعاملهم مع برلمان ومعارضة وأحزاب وتعددية وطيف سياسي ونشطاء وحقوقيين ومجتمع مدني وصحافة حرة ورأي آخر وحرية تعبير، حقوق إنسان، حقوق مرأة، طفل، أقليات؟ إذا كان كل هذا السلاح والانتشار المرعب واستعراض العضلات جهزوه لقمع تظاهرة سلمية صغيرة ورمزية جدا، فما الذي يجهزونه لشعب وأغلبية بأكملها تريد جمهورية شعب لا جمهورية مرشد، تريد دولة مؤسسات ودستور ونظام وقانون، شفافية، نزاهة، مكافحة فساد، حكم رشيد؟ طبعا هذه الألفاظ غريبة عليهم. إذا كانوا يتعاملون بكل هذه القسوة المفرطة وهم في حالة حرب وحصار وانهيار، فكيف ستتعاملون وهم في حالة قوة واستقرار؟ المثير للصدمة أن هذه التظاهر الرمزية المقموعة ضد الجوع جاءت بعد يومين فقط من تظاهر حوثية ضد الجوع أيضا، سمحوا بها لأنفسهم ومنعوها عن غيرهم كعهدهم في كل مسيراتهم. مؤكد أننا أمام مستقبل حالك أسود من سواد قلوبهم إذا لم يتم إسقاطهم وسحب القوة منهم وإزاحتهم من مؤسسات الدولة نهائيا بتكاتف الجميع ووحدة الصف. هذه العصابة هي عدو لكل المجتمع، لا وقت للتباينات اليوم، هذا هو الخيار الوحيد أمام اليمنيين وعلى الباغي تدور الدوائر. سرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الشيخ عبد الله أبو غانم، أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة في قبيلة أرحب. رحب بك شيخنا العزيز، وأبدأ حواري معك ولكن بعد الفاصل. فاصل جاهز.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. رحب بك شيخ عبد الله ابو غانم. والبدايه ربما راقب الجميع بغضب شديد وباستغراب من الموقف السلبي ل يعني بعض القوى المجتمعية والسياسية التي وقفت عاجزة ولم تبدي أي ردة فعل إزاء ما حصل للنساء والطالبات في جامعة صنعاء. تعليقكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الذي لا نبي بعده. قال سبحانه وتعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اولا في البدايه احنا نريد ان نوجب التحيه والاجلال والاكبار الى حرائر اليمن من طالبات جامعه صنعاء وطلاب جامعه صنعاء، وكذلك حرائر اليمن اللي خرجن في التحرير وفي مناطق اخرى في صنعاء ولم يقتصر على جامعه صنعاء وكذلك في اب. ونقول ليس بمستغرب، فانتن حفيدات بلقيس، الملكه بلقيس واروى، وأنتم صنعتن تاريخ ومجد عظيم قبل الإسلام في أيام حضارة سبا ومعين وحمير، وكذلك الملكة أروى في الدولة الإسلامية في الدولة اليمنية في اليمن بعد الإسلام، ولذلك تلك من تلك. وعندما جبنوا الناس في صنعاء وحول ذوب صنعاء وخرجتين تعبرين عن معاناة شعب يمني في هذه المناطق يعاني من الجوع والإذلال والقهر والمرض والإمامة الكهنوتية، فخرجتين تحملين راية وتجددين راية سبتمبر وأكتوبر في هذا بمناسبة هذه الذكرى العطرة، وفي يوم تاريخي يوم 6 أكتوبر يوم النصر العظيم للشعب العربي المصري على دولة الاحتلال الصهيوني واستعادت جزء من أراضيها. فهذا اليوم هو يوم مشرق في تاريخ العرب، ودور مصر دور رائد وقائد للأمة إضافة للمملكة والتحالف. وأقول أن خروجك هو استمرار للثورة التنويرية التي قادها الموشكي ومحمد محمود الزبيري ومحمد علي عثمان وأحمد محمد نعمان وأحمد محمد نعمان ومحمد علي عثمان، وكذلك كل الثوار والأحرار الذي أودعهم الظالم يحيى حميد الدين في السجون حجة. نعم. لو عدنا لحديث الأمس وما جرى أمس من عيب، كيف يصنف هذا في الأعراف القبلية وما حكمه؟ طبعا العيوب في العرف القبلي هي متعددة، هناك عرف أسود وهناك عرف أجدم وهناك عرف محدعش. العرف الأسود يتعلق بضيف يعني كان استضفته ثم حصل منك اعتداء أو عيبة، فهذا يسمى عيب أسود. أما العرف الأجدم فهو عندما تعتدى على حرائر الناس أو نسائهم في الطريق أو إلى منازلهم أو فوق داباتهم، دابة كان في العصر السابق، أو فوق سيارة أو فوق باص أو في مدرسة أو في معلامة أو في جامعة. وأنت تعرف أخي العزيز أن جامعة صنعاء أصبحت الآن في عهد الميليشيات الحوثية الفارسية، هي عبارة عن قسم أمن يديرها مدير أمن ليس رئيس جامعة، وأن كل الكوادر في هذه الجامعة أصبحوا تحت رحمة السلالة، بل أن الكثير من التغييرات حصلت في الجامعة وتعيين السلاليين، ولم يبقوا شيء لا في الجامعة ولا في الوزارة ولا في المؤسسة ولا في المعسكر ولا في البنك، إلا كل من السلالة التي هي بقايا باذان، وهذه أخلاقيات باذان أبناء باذان. أما العربي أو المسلم صحيح. أو اليمني لا يمكن يعتدي على امرأة مهما حصل منها. هذه أمور مستغربة طبعا، إضافة إلى 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 ما ذكرت، يعني كان هناك أيضا اقتحام لسكن الطالبات في جامعة صنعاء، هذا شيء غير مسبوق وعيب أكبر من العيب الاعتداء، يعني الدخول إلى سكن الطالبات هذه أيضا واحدة من الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابة. تتكشف أيضا حقائق جديدة اليوم بعد الاعتقال، بعد التحقيق مع الفتيات اتضح انه يعني مدربين فتيات وايضا عصابات لبسوهم براقع وبلطوهات على اساس انهم نساء، هذا الاعتداءات في الساحات يعني في الشوارع العامة، ثم يعني زودوهم بصواعق كهربائية وهراوات وضربوا البنات ضرب، يعني هم مش مكتفين مثلا بأنهم يمنعوهم مثلا من الوصول إلى الميدان، لا
هم يقولوا كذا يعني انه ادبوهم يعني، فضربوا البنات بالصواعق وبالهراوات، يعني اعتقدوا انه خلاص انهم كذا بهذا الشكل انهم اوقفوا الثوره. برايك هل يمكن ان تتوقف ثوره الناس وغضبهم؟ انا اقول ما حصل في صنعاء هي المره الثانيه، المره الاولى عندما اغتيل الزعيم علي عبد الله صالح عندما تم الحشد في السبعين، الحشد المليوني، وذلك بمناسبه الذكرى 35 للمؤتمر الشعبي، وكانت الميليشيات كانت ادخلت اكثر من 15,000 الى صنعاء قبل الاحتشاد، ثم لم يخرجوا الا بعد ان قتلوا الزعيم علي عبد الله الصالح. وفي المره الثانيه عندما يقوموا بهذا العمل المشين في جامعه صنعاء في الحرم الجامعي، بالرغم ما فيش حاجه اسمها حرم جامعي، الحوثيين لا يعرفوا حرم، حتى حرم مكه ليس له مكان عندهم. بالامس عملوا عرض عسكري داخل جامعه صنعاء، عرض عسكري، وكذلك هم يلبسوا، هم كل شيء مستباح من اجل الامامه، من اجل السلاله، من اجل الولايه، السلطه والولايه التي يريدوا ان يستحوذوا عليها، ولكن هذا بعدهم، هيهات لهم ان يتم هذا. هم يعيشوا حالة من حالة هستيرية شديدة نتيجة التقدمات التي تحصل في الساحل الغربي وفي الحديدة وفي صعدة وفي حيران وفي البيضة، هذه أفزعتهم. ويا حبذا لو تشارك جبهتنا والفرصة مآتية للجيش الوطني والتحالف بالدخول إلى صنعاء في ظل قبائل ممكن أن تكون هي عاملة الناصر مثل خولان وأرحب، ونستغرب لماذا تأخير الجبهة فينا 10 كيلو إلى أرحب، وأرحب 80% ستكون مع الشرعية ومع النصر. وما حصل في جامعة صنعاء هي حركة للشاب والطالبات والطلاب، هي حركة تنويرية، وهي تذكير للمجتمع أن يجب أن تموتوا بالشرف والكرامة، لا أن تموتوا في بيوتكم بالجوع والإذلال. نعم. طيب شيخنا العزيز، تتذكر ويتذكر معي المشاهد الكريم ما هي الخطابات التي كان يسوقها هذا الدجال المنافق المدعو عبد الملك الحوثي؟ نسمع هذه الخطابات اليوم ونستغرب، ويعني كانوا يطالبون بحماية المتظاهرين ويحذرون من المساس بالمتظاهرين وكذا، اليوم هم من يعتدوا على المتظاهرين، هم من يعتدون على النساء، لا شرف لا كرامة لا أخلاق، هذا الشخص منافق، هذا الشخص كذاب، لا يستحق حتى الاحترام. إذا كان لدينا مقطع، إذا تحب نتابع هذا المقطع شيخ، ومن ثم أترك لك التعليق عليه. تفضل. بقدر ما إلى تلك الإشكالات، إلى تلك الإشكالات التي تسببت في معاناة شعب، لكن التوجه القائم لدى الحكومة هو إيثار الفاسدين على شعب بأكمله، شعب بكله، لا يبالون به، لا يبالون بأن يجوع الناس، بأن يعانوا، بأن يتعبوا، بأن يمرضوا، بأن يعانوا في كل مجالات حياتهم. المهم هو مراعاة شلة من الفاسدين والعابثين والمتسلطين، المهم هو خدمة مصالح ضيقة على مستوى حزبي أو مستوى فئوي، ولكن على حساب شعب بأكمله، على حساب 24 مليون يمني يعانون المعاناة الشديدة وتزداد معاناتهم يوما. يعني اليوم هذا الكلام شيخ عبد الله، عندما يتحدث أحد اليوم بهذا الكلام فإنه منافق ومرجف وطابور خامس وعميل للعدوان وخاين تعليقك. اولا من حيث العدوان، هم العدوان في ذاته، الله سبحانه وتعالى بيقول ولا عدوان على الظالمين، هم العدوان ومعملاء ايران، وهم من فتره طويله، يعني ابوه بدر الدين. هذا الالفاظ، هذا التهم، انا احدثك عن التهم الجاهزه. اذا ما تحدث احد بهذا الكلام الذي تتحدث عنه هذا المنافق الدجال، يعني لاحظ كلامه بالامس ولاحظ كلامه اليوم. يا اخي لا تستغرب اذا كذب على شعب، فهو قد كذب على الله وعلى رسوله. قال هو مأمور بأمر الله أن يكون ولي للناس، قال هو ابن فاطمة وابن فاطمة وابن رسول الله ابن طه وابن طه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس أولاد ماتوا في حياة النبي، ما كان محمد أبا أحد. نعم فما كان محمد أبا أحد. إذن هذا لا تستغرب، هم باحثين عن سلطة، هم باحثين عن إمامة، هم باحثين عن ولاية فقيه، ولذلك هم يعملوا بكل جهدهم وغضبهم من أجل أن يستمروا. لكن سيكون اسم التاريخ هؤلاء من لعنة، هؤلاء من لعنات التاريخ، هؤلاء خرجوا من الجروف، هؤلاء لا يحملوا إلا الجهل والكتن والقمل،
هؤلاء لا 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 يحملوا إلا كل مخلفات ورواسب الماضي العفنة، فهؤلاء هم لعنة التاريخ. واليمنيين سيشتتهم، وأنا ناشد من خلال قناة اليمن اليوم، ناشد وأدعو بالمكافة القبلية لكافة قبائل اليمن في كندا وفي حضرموت وفي مدحج وفي حميار وفي حمدان بن زيد بكيل وحاشد وقبائل قضاع في صعدة أن يهبوا هبة رجل واحد في مواجهة هذا المشروع الذي يحتضر في لحظاته الأخيرة. هذا المشروع الذي لم يأتي إلا بالتخلف، هذا المشروع الذي قضي عليه في 62 26 سبتمبر وضحى من أجل القردعي والزبيري وقوافل من الشهداء ولكن أذكر رموز الثورة اليمنية، وأذكر القردعي، وأذكر الزبيري، وأذكر النعمان، وأذكر أمين أبو راس أبو صادق الذي كان جمهوري إلى العظم، وأذكر الشيخ عبد الله الأحمر، وأذكر حسن الدعيس، وأذكر أحمد عبد رب العواضي، وأذكر أحمد علي المطري، وأذكر محمد عبد الله صالح، وأذكر كل ما محسن النيني في خولان وبيت دويد والجبري، وأذكر هذه الهامات الوطنية وبيت القوسي، ولن أنسى أحد ولو أني لن أستطيع أن أذكر، وأذكر الشعبي والشايف والدافعي حسين الدافعي والوزير للدفاع، وأذكر كل الأسر. هذا ستنسى كثيرا، لأنه كل الأسر اليمنية، كل كل مناطق اليمن ساهمت في صناعة هذا الفجر، في صناعة التحول. إذن احنا أنا أناشد أبنائهم أن يهبوا وأن يقوموا ما قاموا أبائهم، وأن يحافظوا على الثورة 26 سبتمبر وأكتوبر، وأن كرامتهم مبقاهم في استمرار الجمهورية. وأنا أوجه رسالة لقبائل الطوق، وبالذات في قبائل خولان وفي نهم وفي بني حشيش وأرحب وبني مضر وهمدان والحيمتين وسنحان بلاد الروس، أقول لهم يجب أن تكونوا أحرار كما ولدتكم أمهاتكم أحرارا. اذكروا محسن هارون، الشيخ محسن هارون في بالحارث، اذكروا محسن النيني في خولان ودويد والقياري والصوفي وغيره، اذكروا في الدفع حسين الدفع وزير دفاع للجمهورية، اذكروا تضحية بيت المهدي والعذري وأبو غانم والعميثري، اذكروا كل هؤلاء، اذكروا احمد علي المطري. لماذا تتعمد الميليشيات اهانة واذلال القبيلة اليمنية ورموزها؟ لان القبيلة اليمنية هي الحصن الحصين للوطن اليمني او المجتمع اليمني، وهي الحصن الحصين للعاصمة. وعندما تتساقط هذه القبائل حول العاصمة تسقط العاصمة ضوعا طبيعيا تلقائيا. وانا اقول انه هؤلاء، أي أنا أسأل الشيخ يحيى المطري الذي كان علي مع الحركة الحوثية، ماذا جن الشيخ يحيى المطري في بني مضر غير تاريخ أسود؟ أنا أسأل أناشد وأقول لنايف العواج فينه ماذا جنيت؟ وأقول لكل من كان مع الحركة الحوثية في أرحب مثل الحباري، وكان محمد أحمد الحباري قاعد من قادة ثورة 26 سبتمبر ومحمد سوا وغيره، أقول ماذا جنيت؟ نساءكم عبروا عن شخصهم فقط، لا عبروا لا لا عن لا لا أنا أقول نساءكم ومكالفكم وأعراضكم من اليمنيات تهان من بنات المتعة. هذا نساء ياثورين نيابة عنا، ومن تعز تأتي بنات وجامعة تعز في صنعاء ياثورين بدلا عنا. هل عجزنا؟ لماذا نلبس هذه الجنابية المحرفة؟ لماذا كنا نتمنطق بالسلاح وبالمرافقين وأصبحنا عاجزين؟ وأصبحت طالبة في جامعة صنعاء وفي غيرها وفي تمثل القردعي، ألا تستحوا؟ ألا تستشعروا بمسؤوليتكم الوطنية؟ إنها اللحظة التاريخية لاستعادة كرامة اليمن كلها دون استثناء، وسيلقى السلاليون السن بالسن والعين بالعين والجروح قصاص، ولن يرحمهم التاريخ. وعندما تنتهك أعراض اليمنيات ستنتهك أعراضهم، والجزاء من جنس العمل. وأنا أوجه رسالة لباقي العقلاء، ده في باقي عقلاء في الحاشمين، أن يعيدوا صوابهم، وأن يقولوا لهذا المهفوف والمجنون الدجال هذا الوقت، دجال اليمن، أن يراجع حساباته. والله العظيم أني أشوف مقتله قريب، والله العظيم أني أشوف مقتله قريب، ولكنها قضية وقت وقضية جهد. وأنا أوجه رسائل من خلالكم إلى الحكومة الشرعية وإلى التحالف العربي، أين جبهتنا؟ أين تعز؟ لماذا تخرج مظاهرات ضد الحكومة وضد التحالف؟ هل بسبب أن أداءكم كان غير موفق في الجانب الاقتصادي؟ الحوثي جاي يجرع الناس ويحاصر الناس في أرزاقهم، سنتين بدون مرتبات، سنتين بدون كهرباء، سنتين بدون تعليم، سنتين بدون صحة، سنتين بدون كرامة. هذه عوامل مؤدية للنصر، فالنصر قريب، ولكن يجب أن تتلاحم الجهود وننسى خلافاتنا الحزبية
ونفكر أن الجسد اليمني واحد وأن الجسم الغريب يجب أن يستوصل ونعالج بالكي. نعم، إذن الناس ذاقوا ذرعا بهذه الميليشيا وهذه العصابات التي جعلت الحصول على رغيف الخبز يعني أمر شبه مستحيل بسبب تلك الممارسات التي أدت إلى تجويع الشعب وصادرت يعني إيرادات الدولة، ما أدى إلى تصاعد حالة الغليان والغضب الشعبي في العديد من المدن اليمنية. تابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. تفاقمت الأوضاع الإنسانية وتدهورت معيشة اليمنيين أكثر فأكثر، سبل الحياة أصبحت صعبة للغاية، واختفت معظم السلع الضرورية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار والمتاجرة بأقوات الناس. الأمم المتحدة كانت قد ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 22 مليون يمني من أصل 25 مليون باتوا على حافة المجاعة، وأن أكثر من مليون طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية، بينهم أكثر من 400 ألف طفل يعاني من سوء التغذية الحاد، في وقت قالت منظمة اليونسف أن طفلا يمنيا يموت كل 10 دقائق. ولأن مصائب الحوثية لا تأتي فرادى، فقد واصل الريال اليمني انهياره أمام العملة الأجنبية ليسجل أرقاما قياسية انعكس على حياة اليمني ذاته. هنا قرر اليمنيون الخروج تنديدا بالوضع المزري، فالموت جوعا أنكى وأمر، فخرجوا في احتجاج سلمي قوبل بالقمع والاعتقال، طال نساء وفتيات في سابقة خطيرة في مجتمع يعلي كرامة المرأة ويجرم المساس بها. أينهم الجاوعين؟ بكرنا احنا في غرسبو، أينهم؟ تقول لا هذا الجواها الله مش لي بكر معها معاوش هيا بكرونا جاوين جاوين احنا بقر سبوع قدام مريع لكم من الساعة 5 تبكروا وينهم اذا فعلوا المشاوقة شاوقهم في سبوع في مرحة الاسد ما يموت جو الاسد عضو حيف هطلا ما يكملوا الجن. ليصبح الحل أمام اليمنيين بشكل عام وسكان العاصمة بشكل خاص تفجير عصيان مدني عام في وجه تلك الميليشيات العبثية التي عملت على تجويعهم وسرقت موارد المؤسسات وحتى المساعدات الدولية وسعيها إلى الاستئثار بكافة موارد البلاد لمصلحة المجهود الحربي وإثراء عناصرها وقياداتها التي لا تشبع. أهلا بكم مجددا. كما هو معول دائما على القبيلة اليمنية التي انتصرت للثورة والجمهورية والأهداف الثورة اليمنية وكانت الحارس الأمين على المنجزات والمكتسبات، هل ما يزال اليوم يعني هل نستطيع أن نعول على دور القبيلة اليوم في استعادة هذا الدور والتخلص من السلبيات التي رافقت العمل الاجتماعي في الفترة الماضية، محاولة الاحتواء والاستقطابات التي تعرضت لها أو تعرض لها مشايخ القبائل؟ في الواقع الأمل موجود والأمل كبير في الله، وإن شاء الله النصر قادم. هناك بس قصور في يجرى في الواقع يتعلق بالأداء الشرعية. يجب أن الجيش الوطني والشرعية يجب أن تكون لها حلقات اتصال وتواصل مع مشايخ وجهاء في قبائل الطوق، في خولان وفي أرحاب، في بني حشيش، في نهم، في سنحان، في بلاد الروس، كل قبائل الطوق، بني مطر، همدان، ويعول على همدان وأرحاب وخولان بالدرجة الأولى كونها قريبة من الجيش الوطني، ويتم التنسيق. وأنا أكد لك أنه في قبائل الطوق في أرحاب وفي خولان وفي همدان ستكون بوابة النصر آتية من الشرق ومن الشمال صنعاء، ولكن هناك تقصير في الأداء من قبل الشرعية. ليس هناك شخصيات كبيرة داخل الشرعية كاريزمية تتعاون أو تتواصل بهذه الشخصيات ويتم التنسيق بالخفاء، ومجرد وصول القوات الجيش الوطني من نهم إلى أرحب وفي اتجاه وأيضا وتتجه نحو خولان أيضا واتجاه بني حشيش مثلث، سيكون هناك النصر الحاسم القريب، والناس في صنعاء في العاصمة ضاق وذرعا وفي كل المحافظات بهذه الميليشيات التي جت تجوع الشعب وإهانته وإذلاله واستعباده وعودته إلى القيود وعودته إلى الجوع وعودته إلى التخلف وعودته إلى إغلاق المساجد، إغلاق تفجير المساجد وإغلاق المدارس وإغلاق الجامعات. العلم والجامعات والمدارس هي عدوة لهذه الحركة، ولذلك تحاول أن تفرق كل شيء من محتواه،
ولذلك الأمل موجود، ولكن هناك التقصير من جانب الشرعية فيما يتعلق بعملية الاتصال وعملية الحسم، ويجب أن يتخذ قرار الحسم من قبلهم من قبل التحالف، وأن لا يرضخوا للمبعوث الأممي الذي يسوق لإيران، بريطانيا تسوق لإيران مشاريع يعني صفقات تجارية بين إيران وبين إيران، ولذلك الأوروبيين يحاولوا أن يكسروا الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة على أمريكا على إيران من خلال تعامل مالي بديل، ولكن هذا لن يتم. وأكد لك أن الحوثي كشف عورته عندما يجي محمد عبد العظيم الحوثي عم عبد الملك يقول يا لصوص يا سرق يا عملاء أمريكا وإسرائيل، هم عملاء أمريكا وإسرائيل بامتياز، وهم كذبوا كذبة وصدقوها، والغرب راضي عنهم أن تكون أداة بأيديهم، ولذلك لا تعولوا على المنظمات الدولية. هم في الأخير هم كذبوا على مجموعة من المغفلين الذين لا زالوا يعتقدوا بأنهم يعني أصحاب قضية إلى اليوم. الجماعة هذه أول ما دخلت قامت بتشكيل لجان في المؤسسات على أساس عنصري، على أساس سلالي، على من هذا القبيل يعني، فبالتالي ألغت كل فئات المجتمع وكل شرائح المجتمع، ثم انتقلت إلى مرحلة أخرى، مرحلة النفعية، بدأت تقسم الوزارات على أسر. نعم. على أسر بعينها. صحيح. هناك من لا يزال يعتقد بأنهم في حرب مقدسة، وأنه بيدافع عن البلد، وأنه مش عارف إيش، وهو بيصور لهم انه طبعا هم المستفيدين من إطارة أمد الحرب، لن تجد غيرهم مستفيد. الناس الآن يحلموا بقوت يومهم فقط، أما هذه الجماعة انظروا حولكم ستجدون انهم في العقارات والفلل والثراء الفاحش، الناس مش لاقين بترول، هم بيتمشوا بالسيارات وبيخرجوا لك الباصات والأطقم وكل شيء، كل شيء، لا توجد أزمة لديهم. أخي عبد الولي، الجماعة المتبقية مع الجماعة الحوثية نوعين، يا أما نوع جماعة نوعية متمصلحة نوعا ما بشكل كبير، نوعا ما يتعلقوا بنحب الأراضي ونحب بيوت المعارضة اللي في الخارج، عندهم مصالح أو يشتغلوا في تجارة النفط أو الغاز، هذه جماعة يعني هي قلة من المرتزقة أو المنافقين القبائل نسميهم كما يسمون الحوثيين، بينما الحوثي هو منافق وهو خائن وهو عميل، هو منافق لأنه يكذب على الله ورسوله، هو عامل لأنه عامل لإيران والأمريكا والإسرائيل، هو يعني لا يملك أي مشروع. فالفئة الثانية هم جماعة الشباب الصغار الذي قتلهم الجوع وقتلتهم الحاجة ووهمهم بالبندقية والرقم العسكري وأنه سيصرف المرتب ولكن سيصرف صندوق أو صورة في الأخير، وفي طرف ثالث أو جماعة ثالثة هم أهل السوابق وأهل والقتلة والمجرمين اللي خرجوا من السجون أو المنحطين في الشوارع، وانت عارف ان هذا السلوك للفرس يعني طبيعي لانهم خرجوا واخرج كسرى 10 سفن من القتلى والمجرمين الى سيف بن يزن وعاد بهم الى اليمن لتحرير من اليمن من الاحباش، وهؤلاء هم ذريتهم، ولذلك اذا فعلوا هذه الاعمال كلها فهي جينات وراثيه، ما شيء عجيب يعني. فلا اقول لكن ان هذا الجماعه ان شاء الله مندحره ومنهزمه، ولكن الخلل فينا، الخلل في هناك انقسامات داخل القبيله اليمنيه ربما هي ساهمت في إيصال الوضع إلى ما هو عليه الآن في القبيلة اليمنية أو في صنعاء أو في المدن، هو ما عادش إلا مشروع جمهورية أو دولة واستعادة الدولة ومشروع إمامة وسلالة، هذه فئة ضئيلة جدا. عبد الملك الحوثي قال هم نسبتهم في اليمن 1%، يضيف اليوم الأتباع قلت 3-4-5%، قلت 10 تجاوزا، هؤلاء نسميهم على العشر زكاة اليمنيين، هؤلاء هما يعني متوحدين مع مصالح، هؤلاء متوحدين الهاشمين والسلالة الفارسية المجوسية، هؤلاء متوحدين حول مناصب أنا أرفض المصطلح طيب الهاشمية لأنه لا هي واقع عبد الملك حوثي وهذا فارسي، هو فارسي وأحمد وأحمد الخلاني هو نائب والحشامي هو منهم بدون كلهم كلهم طيب ما نسميش بس بيسموهم أنفسهم، لا احنا نتحدث عن حركة عن سلوك حركة. طيب ناهي من هو القائد الأعلى، من هو القائد نائب القائد الأعلى للحركة، معروفين ما يحتاج نغالط أنفسنا، هما واضح وضوح الشمس، احنا اليمنيين طيب ما زلنا يعني نأثر على أنفسنا، ولو إحنا مهانين ولو إحنا مظلومين ولو إحنا في المشردين 3 مليون مهجر خارج اليمن بسببهم، 17 مليون يموت من الجوع ما لقى ما يأكله، ليش إحنا نكذب على أنفسنا؟ وأنا أقول لا للسلالي، هم سلاليين وهم معروفين وهم يسمون أنفسهم، هذه جماعة متطرفة، لكن عندما نتحدث على الهاشمين هم كانوا في صدارة الثورة موجودين وين طيب حسين الكبسي كان ثوري وزيد المشكي رحمه الله،
وعلي قاسم المؤيد كان توري نجله له ونحترم له قبره كله والمرواني وغيره وغيره وكذا. لكن ايش اقول لك الان يعني احنا يجب ان نكون واضحين وصريحين، ما بش يا في ايمان صحيح يا كفر واضح وصريح. لا الان في انقسام، اقول نتحدث الان حتى على مستوى الان القبيله، هناك مشايخ من نفس المنطقه ستجد جزء منهم مع الحوثيين لاسبابه الخاصه وجزء منهم ضدهم. طيب فهناك استقطابات ليست على اساس ليست على اساس سلالي، هذا ما اريد ان اوصل لا 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 شوف الخلافات داخل القبيله او الانقسامات داخل القبيله ليست على اساس انه سلالي او مصلحه منفعه. واكد لك انه مثلا انا اذكر لك في ارحب، انا خليني اسمي واتحمل مسؤوليه ما اقوله، في ارحب في ثلاث اشخاص، ابو نشطان وابو هادي والحباري، ثلاثه من بقيه ارحب. انا اكد لك 100 ارحب 1250 الف غراء، يعني 2500 الف عددنا سكان ارحب، لا يحصل الحوثي على 800 منهم، 800 من المقاتلين من هذا كله، ويخرجوا من ارحب 30 الى 40 مقاتل. معظم ارحب في الجبهات، فينا في مارف في بعض من الجبهات يقاتلوا ضد المشروع الامامي، لا يقاتل معهم الا في بني حشيش في سفيان في هذه القبائل التي يعني دفعت ضريبة كبرى. إذن الانقسامات في القبيلة تلاشت، الآن بدأت تلاشى، بقت عملية حصر واضحة. هذا إمامي عميل يعني ذنب، وهذا إمامي أصلي، وهذا والبقية جمهوريين، بس هم بحاجة إلى أن الشرعية توصل إليهم ويكونوا وجود التحرر إلى جانب الشرعية، وستضاف قوة إلى قوة الشرعية مع التحالف العربي. نعم طيب اليوم القبيلة هي في على المحك، هناك خلافات، لكن هل يمكن نقول أنه لدينا أزمة قيادة للمنظومة القبلية؟ يا أخي يعني كان عندنا من قبل كان هناك مشايخ بكيل وحاشد وكذا، هل اليوم نستطيع أن نقول أنه في هذه القيادات أو حتى على مستوى القبلة الأخرى؟ يا أخي العزيز، نحن تفرجنا وفرحنا بسقوط الشيخ عبد الله، وهذا كان رمز من رموز اليمن، الشيخ عبد الله الكبير الحاشد، وكان رمز شخصية وطنية كبيرة، وفرحنا في ما حصل، ونحن يعني نحصل ما جنيناه. نحن مش الشيخ عبد الله ربما أبناءه، كمثل ربما أبناءه، لا أقصد هو رموز رمزية الشيخ عبد الله مش أبناءه، أبناءته فيما بعده. فعندما سقط بيت الشيخ وتم تدميره كنا متشفين، وللأسف الشديد كنا أغبياء في تصرفاتنا، وكان الحوثيين أو السلاليين كان يقولوا ما بين بكيل وحاشد، وكان نغني هذا الأغنية ما بش بين بكيل وحاشد إلا كل خير، صحيح. وكان يقولوا قبيلي وصنعاني، وكان يقولوا سيد وعبد يعني وقبيلي وقبيلي وعدناني، وكنا نصدق، وكان يقولوا الحجر من القاع والدم من رأس القبيلي، وكنا نقول إحنا أجياد بندي دماءنا. فعلا هم لعبوا بنا في التاريخ أنه تكون دماءنا من أجلهم. حتى محمد عبد العظيم ما بيتقاتل مع عبد الملك في صعده، وإذا قاتل بأتباع من أتباعه هم من قبائل صعده، ما بش بينهم أحد منهم يقاتل إلا إذا كان القضية يقاتل من أجل المغنم، يحصل مليار، يحصل صفقة نفط، يحصل يكون مشرف، يكون وكيل وزارة، يكون رئيس مؤسسة. هم يتم تعيينات لهم في كل المؤسسات في كل الوزارات، تم تصفية كاملة لكل الكوادر الوطنية والوظيفية التي قلها فترة طويلة تخدم اليمن، تم تصفيتها واستبعادها وتجميد تحركات كل الآخرين باستثنائهم. فأنا أقول المشروع الوطني يجب أن يكتمل من خلال تصالح بين القوى السياسية، بين القوى السياسية يجب أن يتم التصالح بين القوى السياسية على أساس والقوى القبلية فيما بينهم من أجل الوصول إلى القضاء على هذا الجرثومة التي تقضن في صنعاء. والحمد لله كثير الانتصارات في مروان. لا يحد تعول على الحسم العسكري. الحسم العسكري هو الأساس والرئيسي، وكل العوامل هي عوامل مساعدة إلى جواره، وليس هناك تفاوض وليس هناك حوار، والحوثي لن يفاوض، هو أتى بأجل مشروعين، أن يملك الجزيرة واليمن وإلا أن ينتهي دون ذلك، ولذلك الحوار هو مضيعة وتقوية للحوثي. في الحديدة عندما جاء المبعوث البريطاني وقاد القوات الجيش الوطني أو القوات السلفيين والتهامية وحراس الجمهورية الموجودين على أطراف صنعاء الحديدة،
يجي المبعوث البريطاني ويوقف الحرب ويطلب إيقاف الحرب، ثم يعطي فرصة أكثر من شهرين للحوثي أن يجدد نفس الداخل مدينة الحديدة وأن يتخندق وأن يقطع الشوارع، وهذا ما حصل. والآن أصبحت واجهة الجيش في تهامة في الساحل الغربي معضلة كبرى، والعملية التي استفاد منها المبعوث الحوثي من المبعوث الأممي عندما أعطى فرصة للنجاة. ولذلك المبعوث الأممي هناك، أنا أستغرب لماذا الشرعية لا تحسم قضية الحديدة، لماذا الشرعية لا تحرق جبهتنا، لماذا الشرعية لا تستفيد من الرفض الشعبي للمشروع الإمامي السلالي داخل صنعاء وفي كل مكان. لماذا التباطؤ؟ لماذا الحكومة وأداها السيء في الجانب الاقتصادي؟ لماذا لا يتم معالجة ودخول وإعمال حكومة جديدة تشارك فيها القوى السلفية والحراك الجنوبي والمؤتمر الشعبي والتجمع اليمني الإصلاح والمشترك والكفاءات المواطنية تشارك في حكومة حرب مصغرة تقوم هذا الحكومة بتنفيذ ما تبقى من تحرير المحافظات من إب إلى صعدة، والتي ستتحرر بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل أخوتنا في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والسودان وكل الدول التي لا يمكن أن يعني لا نذكرها بفضلها علينا. الدم السعودي والدم الإماراتي، الدم عربي والدم السوداني اختلط مع الدم اليمني في مشروع الفرس الذي أتى من أجل استعادة مملكة فارس ما قبل الإسلام. فأنا أعول على عملية عسكرية لا أسواها. طيب، ثورة الجاع برأيك هل ستدفع اليوم القبائل اليمنية يعني لاستعادة دورها مجددا يعني وحماية الثوار؟ ثورة الجياع عطت مبرر أخلاقي وديني أمام الله وأمام العالم أن نحن نموت من الجوع ونتضرر من الجوع، وهؤلاء البشوات الحوثيين الذي يملك المليارات في البدرومات والفلل والسيارات والأسلحة التي اكتنويت من ضقوا بها، هؤلاء يجب أن تزيلوا هذا الغم عنا، ولن يستطيعوا هؤلاء المساكين إذا كان هو يعاني من الضعف في بدنه وفي عقله من نتيجة سوء التغذية، فلن يكون هو أداة النصر وإنما هو يكون مفتاح النصر، والنصر لن يأتي إلا على الرجال وعلى السواعد القوية والسلاح الذي سيتك معاقلهم في الجراف وفي غيره. ما الذي يمنع اليوم بأنه القبائل تنتفض في وجه هذه العصابة؟ كما تحدثت أنه ليس لها حاضنة شعبية ولا تمثل رقم بالنسبة لعدد السكان. أو مثلا أنا أضرب لك مثلا في أرحب، أنت عارف أنه في أرحب المشرف من صعدة والمشرفين في الأقسام الاعتقال كلهم من بني مطر أو من الهيمن من القبائل الأخرى، على أساس أنهم يكونوا وجوه للبورة يعني أو وجوه للظلم بوجيههم. فلذلك عندما تكون معركة في بني حشيش أو معركة في خولان أو معركة في أرحب لن تواجه أنت قوة موجودة محدودة في أرحب، بل إنها ستتكالب وتداعى هذه القوة من كل الجبهات تأتي إلى أرحب، ولذلك ستخمد أي حركة إذا لم يكن لها دعم أو جسر أو سد قوي منيع أو مدد قوي جدا سينكسر مهما قاوم. إحنا في أرحب مثلا قبل أن يدخل الحوثيين إلى صنعاء استطعنا أن نهزمهم وأن نطردهم، ثم عادوا بعد أن سيطروا على تعز ووصلوا إلى عدن عادوا بقوة ما يسمى بالدولة والتي ليست هي دولة، واستطاعوا أن يأخذوا أرحب بقوة باسم الدولة ومصطلح الدولة. نعم، هناك طبعا كان هناك يعني كثير من الدعوات وكان هناك الكثير من الأحاديث في 2014 تحث على الثورة وتحث على الانتفاضة ضد الظلم والوقوف في وجه الفاسدين. ذكر بس بعضها، اعطونا بعض المقاطع لكي يسمع الناس، بس ذكرهم بهؤلاء المنافقين بهؤلاء الكذابين. تندرج ويمكن أن يندرج معظمها في إطار العصيان المدني، ولكنه ليس عصيان مدني بإغلاق البقالات والدكاكين والمحلات التجارية، لا، هو بخطوات متقدمة وخطوات لا ضرورة أن أدخل في تفاصيلها، وفيها أيضا خطوات كبيرة جدا أتمنى أن لا نصل إليها، لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمني أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا
جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر. المسألة تتطلب صبرا وعزما، وشعبنا اليمني العظيم جدير بأن يتحقق له ذلك وبأن يكون كذلك. شعبنا اليمني العظيم بإيمانه ووعيه بقضيته شعب جدير بأن يثبت وأن يصبر وأن يصابر وأن يصمد وأن يعتز بال هذا الخطاب تتذكر أستاذ أولاً الشيخ عبد الإله؟ أولاً أستاذنا العزيز، هذا الرجل لا ليس هو بقايا الثورة ولا هو يخطط للثورة، هو يقرأ من ما كتب له، وهو يقرأ من شاشة أمامه، ولذلك هو يقرأ ما أملي عليه، وهو عبارة عن شكل، ومن خلف الجماعات المخابرات الإيرانية وحزب الله اللهي، حزب الشيطان مش حزب الله. وهذه الجماعات هي اللي توجه وتخضد وتحرك، والهدف هو دمية، وعلى أساس أن يستيطر. فقط بس بنذكر الناس بالخطابات. أنا كنت أتمنى لو كان هو كتبها أو هو يفهمها في رأسه، لكن هذا الرجل هو لا يجد الثانوية حتى. فهذا الرجل هو عبارة عن خدعنا كلنا وكذب علينا ونحن طيبين، حتى آثرنا على أنفسنا ولو كان بنا. وطبيعي لما تسمع أنه في حد جاي يسقط الجرعة التي تمثل عبء عليك، فبالتأكيد أنك كنت أعتبر أن 500 ريال هذه الأيام أنها عليها كارثة، وأنا وكيل في محافظة صنعاء أعتبرها كارثة، لأن إحنا كنا شرفاء ما كناش نبحث عن المال الحرام، بينما هؤلاء جاءوا من أجل المال، يبحثوا عن المال والحرام كله ويأخذوا مال العام ويعتبروه إلهم. هؤلاء باعوا شركة النفط بكلها، باع اليمن رحن عادة بتم شركة. لا هو بيتكلم على الجرعة، باع شركة السلام. عبد السلام فليته وليس صلاح فليته. عبد السلام فليته ليس هو محمد عبد السلام هو اسم حركي له. نعم. عبد السلام صلاح فليته هذا أبو كان من قادة الحركة الحوثية من قبل، وهو قاضي معروف كان في صعدان. أيوة، وأقول إن هذا معه 3 شركات نفط، يعني هؤلاء كلهم أصبحوا من الأثرياء من المال الحرام، وهؤلاء أصبحوا يديروا عملية تبييض أموال في كل مكان، ولهم شركات ولهم استثمارات في بعض دول الخليج، في عمان وفي غيرها. وهؤلاء لا يبالوا، يقول لك هؤلاء لا يبالوا، هؤلاء اليمنيين، يقول لك اليمنيين هم 56 سنة أخذوا علينا السلطة والمال والإمامة، ونحن يجب أن نؤدبهم ونركحهم ونجعلهم حفاة عراة يموتون من الجوع. يحيى حميد الدين عندما تولى اليمن كان 12 مليون، ثم سلم اليمن قد توفى 5 مليون من الجوع والمرض والمجاعات في 33 و34، ومجاعات تهامة ومجاعات مدينة العبيد ومدينة الشرق حاليا، ومجاعات في كل مكان عصفت باليمن، ومخازنه مليان من الحبوب. وكنا يأتي إليه يطلبون، يقول من عاش شهيد ومن مات عتيق، وهذه المقولة السيئة المشهورة عن. فلذلك هؤلاء إذا عملوا هذا العمل هي جينات وراثية، وهي سلوكيات في أنفسهم وفي عقولهم، فليست بمستغربة. لكن المستغرب مننا عندما نختلف ونشوف الموت والإهانة والجوع، هذه المشكلة إذا لم نعالج جراحنا ونترفع عن أخطائنا ونقول لا بكيلي ولا حاشدي ولا متحجي ولا حميري، كلنا أخوة، كلنا يمنيين متساويين في الحقوق والواجبات، وكلنا تحت إدارة الدولة والشرعية، وكلنا يمنيين متساويين أمام الدستور والقانون، ونحن نبحث عن العلم والتعليم، ويجب أن تلغى المسميات هذا الشيخ وهذا قاضي وهذا نقيب وهذا يجب أن نعود إلى ما قال إبراهيم الحمدي رحمه الله عندما قاد الثورة ضد الفساد على القاضي عبد الرحمن رحمه الله، وقال أخي لا تمنع كلمة سيد وتمنع كلمة فندم، وكل الناس أخوي. حتى أن عبد الله الصلاة رحمه الله قاعد الثورة أصدر مرسوم بسجن من يدعي من يكتب سيدي أو سيدي 6 أشهر، وكان لا يتجرأ أحد أن يلبس العمامة والثومة، وكنا نعتبر أن هذا من باب الإشحاف في حقهم. حتى عندما كان يتغنى الرئيس علي فضل الصالح بالثورة ويذكر الإمامين بالسوء في خطابات الثورة، كان نقول هذا كلام ممل، سئمناه، نريد كلام جديد، ننسى هؤلاء مساكين، هؤلاء قد تغيروا ولا أصبحوا جزء منا. ولكن يظهر أن العرق النجس يبقى عرق نجس، مهما لو سار الجنة سيبقى عرق نجس. شكرا جزيلا لك الشيخ عبد الله أبو غانم، الشخصية الاجتماعية البارزة في قبيلة أرحب، كنت ضيفا عزيزا في هذا اللقاء. شاكر لكم الاستضافة، إن شاء الله النصر قريب بإذن الله. بس تتوحد أيدي الرجال بإذن الله. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام،
سأبدأ بتلقي اتصالاتكم ورسائلكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، وحديثنا عن ثورة الجياع وتداعيات الاعتداء على النساء في جامعة صنعاء وعدد من الأحياء في صنعاء. فاصل ونبدأ. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبدايه مع ابراهيم من مكه. يا استاذ عبد الله، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اسمح لي يا اخي، في قناه اليمن، القناه الحره اللي تقبل الراي والراي الاخر، نعم، ان اوجه رساله وخطاب الى اولاد الهامه والقامه الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر، الذي في يوم ما اجلسني في حجره ومسح على راسي عمري 6 سنوات أيام الحصار والحرب والنار الوالئة. رحمة الله عليه وسلم. أوجه لهم رسالة أن يكونوا امتداد لهذه الهامة والقامة. نعم. طيب، إحنا حديثنا اليوم عن ثورة الجياع. أنا داري. من هو إذا ما ثار حاشد بكل من شي ثور؟ من شي ثور؟ حاشد بوكيل إذا ما صاروش من شوشور عبد الله بن حسين الأحمر الشيخ مشايخ حاشد بوكيل، لماذا لم يكن صادق؟ شيخ حاشد وهاشم امتداد لهذا الهام. شيخ مشايخ حاشد، لا بعد شيخ مشايد تعمل مشكلة بهم بينه والشايخ عبد الله بن حسين الأحمر، كان إذا دخل على أي زعيم ولا على قائد في العالم العربي لو تكون المشكلة كالجبال يلبونها له. طيب، شكرا لك ابراهيم. ارجو ان يسمعوا كلامي اولاد هذه القامه والهامه الكبيره وينضموا. شكرا لك ابراهيم، اتمنى ان الرساله وصلتك، رساله تصل. شكرا لك ام احمد من دمار. ام احمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اخي عبد الولي، اولاد الحوتاء اولاد بيسمى انفسهم انصار الله، ما مش انصار الله، اعداء الله، ما مش انصار الله. صحيح. هذا اللي بيسمي نفسه عبد الملك بدر الدين الحوثي، بيسموا انه مولاهم، هو افضل احداث اليمنيه وخاتم داخل اليمنيه افضل من وجهه. الله يعزك يا اخي عبد الولي ويعز من سمعني، وهو قمر مثلنا، احداث اليمنيه داخل اليمن واحداث الخاتمات افضل من وجهه. انا ما نشتي، يشيل ذكر كرسي زميله ما نشتيه. انا قبل ما يعتقد انه بيحكم الناس بالغصب. يا اخي عبد الولي، بلغ رسالتي للملك سلمان خادم الشرعين، وابلغ رسالتي لرئيس الامارات ان يفكون نبض قلوبنا ويردوا لنا لدخل يمن، لانه املنا الوحيد بعد الله احمد علي عبد الله صالح. طيب، شكرا لك يا ام احمد. معنا ام محمد لمن؟ طيب، طبعا هي بتكلم على انه التسميه، انهم يسموا انفسهم انصار الله وهم اعداء الله، والعرب كانوا يسموا الاعمى بصير، وهذا طبيعي يعني، فهذا العصابه هي تشعر بنقص يعني، والناس قد اختبروها. اعطونا بعض المقاطع، خلي الناس يسمعوا يشوفوا ما كان يقول هؤلاء المنافقين. اذا في جاهز المقاطع هاتوا لنا المقطع. تحرك في الخطوات، والتي هي خطوات متعددة في المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري، لذلك الزخم، لذلك العزم، لذلك الاهتمام، لذلك الجد
الذي لمسناه في المرحلة الثانية وبأكثر. أملي فيكم بأكثر مما كان في المرحلة الثانية. اليوم نحن معنيون ومن الغد إن شاء الله وبالتوكل على الله وبالاعتماد على الله بأن نتحرك ضمن خطوات متعددة. وأنا أوجه ندائي إلى سكان العاصمة صنعاء ومحيطها والمتظاهرين هناك إلى أن يحتشدوا صباح الغد إن شاء الله تعالى إلى ساحة التغيير. وبيوجههم إلى ساحة التغيير وبيحذر ويدعو إلى حمايتهم واليوم يعتدي على النساء. هذا دجال منافق. محمد حمود تفضل من أب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحوثي سيجري إن شاء الله قريبا. نعم هذا بدون شك نهايته على أيدي اليمنيين. شكرا لك يا محمد. عبد الرحمن من الرياض بإيجاز. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أخي الفاضل أشكركم وأشكر هذه القناة المباركة. ونحن يعني نسمع كلام هذا المهرج الذي كان يأتينا في تلك الفترة. يعني كان يدغدغ اليمنيين بهذه الشعارات الفضفاضة، شعارة الكذابة، شعارة المنافق. الآن هو يصف اليمنيين بالمنافقين والمرتزقة. أنا أقول أخي الفاضل أن أكبر منافق على الكون هذا الرجل، هذا الدجال كلب مران، أكبر منافق على الكون. انظر إلى خطاباته وإلى كلامه وانظر إلى أفعاله. من كان يتوقع أن هذه الميليشيات تأتي إلى البيوت اليمنية؟ اليمن أهل الكرم، أهل الشيم، أهل النخوة، أهل الشهامة، ويأتي هذه الميليشيات العصابة الإجرامية وتفجر المنازل على ساكنيها، تفجر المساجد. من كان يتوقع؟ كان آباؤنا يعني يصفون أن هؤلاء الإماميين القدامى يعني كانوا يذيقون اليمنيين يعني بعثا من أمن العذاب، ويعني بعض الناس لم يصدق هذه الأفعال. ولكن عندما أتتنا هذه الميليشيات تذكرنا أن من قدموا أرواحهم فداء لليمن وفداء للثورات ضد هذه الإصابة المجرمة الباغية، أننا كنا يعني في عمى من خلال أن نمجدهم هؤلاء الأبطال الثوار. أنا أقول أخي الفاضل يجب على كل الشعب اليمني إلى متى الصبر والخنوع لهذه الميليشيات؟ هذه الميليشيات هي من حرمتكم من أرزاقكم، هذه الميليشيات هي من جوعتكم، هذه الميليشيات هي من أحرمتكم من أبسط حقوقكم. أشكرك يا عبد الرحمن أنا أشكرك جزيل الشكر، رسالة مهمة واضحة. سمع صالح طريق من مارب. صالح ايوه معك يا اخي. اهلا وسهلا يا صالح تفضل. يا اخي نتكلم حول التعليم في عهد الزعيم على عبد الله صالح الله يرحمه يعني كان تمام. نعم اسمعك. اسمعني ولا لا؟ اسمعك بوضوح كمل. يا اخي في عهد الزعيم رحمه الله كان تعليم وكانت عاد لا باس نخرج المهندس والدكتور واللي من المدرسة هذه. الآن في مدرسة في مديرية جبل مراد يعني مهملة، صدق يعني الكادر حقها 3 مدرسين يدرسوا. كم عدد الطلاب؟ كم عدد الطلاب؟ الطلاب ما يقرب فيها 500 طالب. وعدد الفصول؟ عدد الفصول يمكن 30 فصل من إنجاز الزعيم رحمه الله. شكرا لك يا صالح، إن شاء الله رسالة تصل. أم محمد من صنعاء تفضلي. مساء الخير يا حبيبي. مساء النور والعافية. يا أخي أنا أعتبر إن هذول إسرائيل أرحم منهم. هذول لا عندهم عروبة ولا عندهم كرامة ولا عندهم. هذا أم وأخت تهذلوا بنا أمس تهذلوا. لو كان في إسرائيل ما بذلش هكذا. لا رجال قاموا معانا ولا في حد. يعني سحبونا في الشوارع في الحدث. نعم. هكذا تم التعامل معكم. صفي للمشاهد. حين العروبة حين العروبة حين الأمم المتحدة. شكرا لك يا أم محمد. يعني نأسف لأنه ما كانوا الناس في مستوى
الغيرة والحمية والدفاع عن أعراضهم وعن شرف النساء. ردمان من دمار بإيجاز، تفضل أخي. ألو حبيبي، كيف حالك؟ الله يسلمك. أيوه هذا يا أخي، يوميا أنت تغير الأرقام، ما حد بقينا نتواصل إحنا وياكم. إحنا نشتي ثورة، أنا أشتي أوجه رسالة للشعب اليمني. ولمحافظة دمار بشكل عام، إنهم يثوروا وينسقوا على هذا الحوثي، يعني الثورة ثورة صدق. رجال شكرا ردمان. ناخذ اتصال آخر. النساء تحملن العبء الأكبر في هذه الأزمة. أيوة. علي من أين؟ ألو. يا مرحبا. هلا، بأخبارك عبد الله. الله يسلمك. علي من أين يا علي؟ من اليمن. تفضل يا علي. حياك الله. تفضل. من اليمن. تفضل تعالها. هذا اللي يتظاهرون في صنعاء ومقابل أما أيام اللي عبد الله صالح عم الله أيامه يوم كانوا يتظاهرون يخرجون يصيحون في وجهه وفي غيره، لكن إذا الحوثي ما يقدر حد يصيح في وجهه. نعم. تابعت أنت تابعت ما جرى أمس؟ أيوه، كانوا حتى بعض الأحيان الإصلاحيين يدعسون الأوراق الدبيس، لكن اليوم ما حد يقدر يفك سمع في صنعاء اللي في غير صنعاء. نعم. طيب. عبد الملك ما عبد الملك ما هذا ما خاف من أمه، هذا يخاف لي من جاي. طيب. أشكرك يا علي، شكرا جزيلا لك. وبالتأكيد هذه العصابة لها أهداف محددة، ربما البعض يعني لا يزال على عينه غشاوة، يعتقد أنه هذه جماعة. لما يقول لك احنا جئنا من أجل كرامة اليمنيين، من أجل حرية اليمنيين، طيب يا أخي أنت جئت في كرامة وفي حرية، الآن ما عاد بقيت لهم لا كرامة ولا حرية، ولا حتى يعني الناس الآن حتى الرجال في اليمن يخجلوا من أنفسهم، منهم بيعتبروا أنفسهم رجال، وهذا العصابة تحكم. يعني النساء اليوم هن أشجع صراحة، لا نقلل إحنا من الرجال ولا نقلل من حميتهم، لكن صراحة موقف النساء أمس سألوا واحد فقط الحمد لله الرصيد ما انتهي، حد شي باقي شابه وقبيله في الشعب اليمني ومشاهدوا الحديثة تضرب وتهان وتسجيل، متى دخلت السجون النساء اليمنيات في الأكساب وفي المعتقلات السرية؟ أين الشهامة وأين القبيلة وأين الرجولة؟ وعيب إن احنا نقول هذا، لكن هذا واجب علينا أن نقول هذا الكلام. أبو قصي أبو لابد لليل أن ينجلي، وكل ليل بعد الصبح. ناخذ اتصال آخر. ألو ألو. أنا هذه رقم. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا، تعرف عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ أتعرف عليك أخي. عبد الرحمن محمد علي شريف. من أين؟ من جدة. تفضل يا عبد الرحمن، تعال هوا. طيب يا أخي، أنا أحب أوجه رسالة لهؤلاء اللي يتذكر الماضي، طبعا يتكلم ويقول في عهد عبد الله صالح. يا أخي، أنا عبد الله صالح كان رئيس دولة، يعني عبد الله صالح كان عنده يعني يتكلم عن عبد الله صالح دولة من الله، يعني شيء طبيعي إذا تظاهر. وأما الآن أنا أتكلم عن ميليشيا يا أخي، ميليشيا أتت بالقوة، فكيف تحرب بمظاهرات طبيعية؟ أنا أتكلم وأنا والله زعلان، أنا أحد المعارضين لعلي عبد الله صالح طبعا، بس علي عبد الله صالح عشقناه، كان نقدر نتحاور معه، كان إحنا زعلانين منه، بس نعشق خباب علي عبد الله صالح. شكرا لك يا عبد الرحمن. لا أشكرك جزيل الشكر. يعني لا ترحم. شكرا جزيلا لك. استمع لأم حمزة من صنعاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. كيفك يا عبد الولي؟ الله يسلمك. شو تكلم عن أمس، عن ما حصل أمس؟ والله العظيم يا عبد الولي، كأن اللي خرجين يظاهرين إسرائيليات أو نأسف لانقطاع الخط.
طبعا تعامل هؤلاء من يسموهم الزينبيات، ونحن نعتبر انه ينسبوها السيدة زينب، نعتذر لانه لا علاقة لهم بها ولا بفكرها ولا بنسبها ولا بشيء من هذا القبيل. هؤلاء مجموعة من يعني علموهم كيف ينتهكوا يعني ما أقول لكم حقوق اليمنيات، كيف يعتدوا على اليمنيات، كيف يهينوا اليمنيات، هذا ما يتعلموه. غجر هذا كل أبسط وصف لهم هو الغجر. كل واحدة ماسكة هراوة أو ماسكة صاعق، ومفهمنا أن هذه يعني عميلة لأمريكا وإسرائيل، فبالتالي من حقكم أنه تهدروا دمها. أبو من؟ يا أبو طارق من شبوة. أبو صالح. أبو صالح. أبو صالح. أبو صالح. حياك يا أبو صالح. جزاك الله بالخير. جزاك بالخير والعافية. كيف حالك يا عبد الملك؟ الحمد لله، حالك؟ يا الله. تفضل. الله يسلمك. تابعت ما جاء أمس. تحياتي للقوات. عادي سلامي. عشان البرنامج هذا. الحين نتحدث عن ما جرى أمس في صنعاء من اعتداء على النساء. كيف تابعته في شبوة هذا الموضوع؟ والله هذا الموضوع طويل العمر منكر. وهدي سلامي وتحياتي للقوات المسلحة الباسلة. نعم. الذي تغاطى في جميع المناطق ضد السلاح الطغمة الفاشية الإيرانية الحوثية الكاملة الدامرة الذي ذا نقضي على بإذن الله. سوف ندرسهم درسا وسوف نحرر صنعاء بإذن الله وقوة رجال البواسل. وهدي سلامي وتحياتي لكم جميعا. شكرا. وهدي تحياتي وسلامي. ولك التحية والتقدير كل أهلنا في شبوة، شبوة الأصالة والعز والتاريخ. شكرا جزيلا لك. وأخذ اتصال آخر. ألو. أبو عفاش من صنعاء. أيوة يا أخي عبد الولد. أهلا يا أبو عفاش. أخي يا أولا يتمهمون جعجعوا بالبلاد، جعجعوا باليمن، لا معاشات لا رواتب لا. ليش الناس باقي ب15,000؟ الناس بيتساءلوا ليش ما خرجوا الرجال أمس في صنعاء؟ يا أخي أبي خرجوا النسوة. شكرا جزيلا لك. طبعا في إجابات كثيرة. أبو طارق من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الولي؟ سلم الله حالك. حياك الله يا عبد الله. الله يسلمك. تفضل. كيفك طيب؟ تفضل. عبد الولي ولا من يا اخي؟ معك عبد الولي، تفضل. يا اخي هذا اللي تبغى تكلمك من صنعاء الحرمه، خله يا اخي تشكي، تبغى تكلمك وش صار وش ما صار. يا اخي انقطع. اللي غربوه انقطع الخط. خلص الرصيد. تذكر عليها مرتين الظاهر. يا اخي خلص الرصيد عليها، الله يحفظك. الله يحييك والله. ويا اخي وما صار في صنعاء هذا يا اخي من شيء، الله يكفينا شرهم ان شاء الله، وان شاء الله عرفتك منهم. شكرا. شكرا جزيلا لك. والله عيب يعني عيب هذا ما يصير يا جماعة. هيك أبو طارق، طبعا اللي بيتصلوا احنا ما بنتصلش بحد، بيتصل كل واحد على قد الكرت حقه. احنا ما بنتصل. وانت يعني تشكيك ما صار فيه نمس يعني بهدلوا فيه بعد. طيب انقطع على الخط. انقطع على الخط. خلص الرصيد تفهمني. يحكموا بالقوة يا أخي. أيام علي عبد الله كانوا يطلعوا يعارضوا وكلام ولا. والناس تقوم ضده ولا فتح فم العز، والناس متعايشين مع عبد الله صلى الله يرحمه، اما هنا ما عندهم الا صميل بس. شكرك. شكرا لك. محمد الزبيدي من اين؟ من السعوديه. اهلا يا ابو، اهلا يا محمد. مساء الخير عبد الولي. مساك بالخير والعافيه. نهنى على العميد احمد علي عبد الله الصالح وطارق محمد عبد الله الصالح، ونهنى على الشعب اليمني بثوره الجياح. إن شاء الله تهنئهم بالنصر. بالنصر نعم، وندعوهم أن يواصلوا هذه الثورة، هذه الثورة اللي أسسها لتدمير الحوثيين، الحركة الحوثية بياعين العنب والرمان اللي يكسون الناس، اللي يذهبون حاصروا سجن الشعب اليمني كاملا. سجن الشعب اليمني من يروح العنب والرمان بيع يقول. العنب والرمان ليس عيبا، لكن العيب هو فكر هذه العصابة. أما أهلنا في صعدة هم أهل السلام هم أهل الرمان. العنب والرمان من باع له صلى عنب ولا رمان نزل مقص الحوار الوطني. من باع له صلى عنب ورمان نزل مقص الحوار الوطني. لا يعرفون سياسة ولا يفقهون شيء، هؤلاء متخلفين.
ناس قتلوا سيف الديدن وقتلوا الشعب اليمني وقتلوا الزعيم علي عبد الله الصالح. انا قد قلتها عده مرات. هؤلاء هم لا يتهم يزرعون العنب والرمان، لا يتهم يزرعون، هؤلاء لا يزرعون الا الموت والالغام. الا هم يزرعون العنب والرمان، اليوم جون ازرعون العنب والرمان. انت تحدث عن اهلنا في صعده، وجه لهم التحيه والتقدير اهلنا في صعده، اما هذه العصابه هي لا تزرع الا الالغام. سلام الله عليها صعده، سلام الله عليها، كانت نبض الحياه للشعب اليمني، للمسافر، للي يستغيث لقمه العيش سواء على حدود المملكه العربيه السعوديه، لكن الان مقفل. نعم. مقفل صعدة، مقفل البيضاء، مقفل مارب، مقفل تعز، يعني سجن الشعب اليمني، ما هم يعتقل النساء اليوم بس، الشعب اليمني مسجون كامل. شكرا لك. إنها تفتجر والنسوة خرجت الآن تؤسس لانقلاب عليهم. شكرا نسأل الله أن يوفقهم وبعثهم يخرج الرجال. إن شاء الله النصر قريب بإذن الله. شكرا لك محمد. واستمع لأبو قاسم من صنعاء. يا أبو قاسم. ألو مرحبا. السلام ورحمة الله. يا باب. يا ابو قاسم تفضل. تفضل. تفضل تعال هوا. حياك. يا الله نعوض هؤلاء الإرهابيين. تفضل. والله أقول الإرهابيين خربوا البلاد وخربوا أجواء الناس. نعم. تابعت مع حماجر أمس. تنزلون على يضربون البنات ويهجر الحديد في الشوارع في صنعاء. شكرا شكرا لك ابو قاسم. واستمع لابو علي من الامارات. طيب ناخذ سؤال اخر. الو. الو مرحبا. حياك، كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. وصلنا بالاستاذ عبد الوليد من السعيد. اتعرف عليك، معك عبد الوليد. ابو عبد الجليل الله يسعدك من الرياض. حياك الله يا ابو عبد الجليل، تعال هوا تفضل بداخلتك. الله يسعدك، كيف حالك طيب؟ سلم الله حالك. يا اخي كيف شيمتنا ومروتنا ان نختبر النساء وان نضرب طلاب الجامعات وان نحبس طالبات يتعلمن في علم يعني علم اليمن، يعني يريدون ان ينهضوا اليمن والحوثي يرجعهم الى ما قبل 60 عام. هل هذا شيء مناو؟ هل هذا يعني أخلاق اليمنيين؟ إلى متى؟ الآن ثورة الجياع خرجوا من عج فوق صنعاء، وأنا أبلغ مشايخ صنعاء الذي سكتوا عن مقتل الزعيم علي عبد الله صالح ورضوا بمقتله، وهكذا يستاهلوا. الآن يستاهلوا ما يفعلون بالحوثي. كل المشايخ فوق صنعاء الآن لا يقدروا أن يتكلموا ولا أن يرفعوا حتى كلمة، أو يقولون عيب، أو يقولون هذا غلط، أو يقولون كذا. وخرجين الحريم ومشايخ طو صنعاء الذي كانوا يستلموا الفلل والرواتب والمليارات والجيوب والصوالين من علي عبد الله صالح رحمة الله عليه، ما حد قدم منهم على يعني عندما كان يعني بدأ مقتله وألقى كلمة، يعني الكل يعني الشعب اليمني فاهمنا. أشكرك. تمام. لحظة أستاذ عبد الوديد. فهذا هو يعني عيب علينا كلنا أبناء اليمن، أبناء الشعب اليمني. يعني هل كانت عادتنا هكذا في عهد الجمهورية والديمقراطية والثورة والحرية أن نختطف النساء في عهد علي عبد الله؟ هذا فعل منافي للأخلاق وللأعراف وللدين والمذهب ولكل أعراف الإنسانية. شكرا جزيلا لك أبو عبد الجليل. واستمع ناصر الحجوري من حجة. يا ناصر. أيوة فضل. ايوه يا اخي، نريد ثوره جياح باننا نكون متواصلين مع قيادتنا في كل الفرع وتكون تحركنا من كل المحافظات. نعم. ويكون افلاقيه من قبل الخليج الافراج عن احمد علي. طيب. انا مستعد اقدم كل اولادي لاجل يصير هذا الكهنوت من اليمن. حيك. أيوة. وغيرك يفكر مثلك وعنده استعداد للتضحية مثلك، وربما هي المسألة مسألة قيادة. هذه ثورة عفوية، انتفاضة عفوية قوبلت بقمع كبير. تخيلوا أنه مجموعة من الفتيات خرجنا لساحة جامعة صنعاء.
حشدوا لها الدبابات والمصفحات والمدرعات والجيش. أيوة يا أخي لأنه والأمن ما يسموه الأمن الوقائي والأمن العام والأمن المركزي والأمن يعني كل ما استطاعوا من التشكيلات. شكرا لك يا ناصر. واستمع لأبو عبد الرحمن من صنعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف الحال أستاذ عبد الرحمن؟ الله يسلمك أخي تفضل. والله ما حد أنا حذر بالأمس يعني كارثة على الحوثة. أصبحوا أذلاء. هذا هو بتخرج في النساء. إن الرجال لما نخرج ما يفعلوا هيموتوا. يعني من أضعف النساء من الحراير. إحنا لما نخرج ما نفعل ما يفعلون. مش خوف ولا تهديد. ما يخوفش بعوضة. بس لماذا لم يخرج الرجال أمس؟ هل كانت مشكلة تنسيق؟ الرجال يا سيدي الرجال بحاجة لقائد. ذهب قائدنا نبحث عن قائد نعتز به. إحنا بنطالب بقائد يمشوا الناس وراه. صحيح. ومحل إجماع يكون. الحوثي اغتصب صنعاء. دمر صنعاء. حتك النظام. حتك أرض الدولة. قبل أن يحتكها العدوان. قبل أن يبيعها الخائن عبد ربه. الكل متآمر على اليمن. هذه حقيقة. أبيت أم رضيت أم زعلوا الناس كلهم. إذا كان الحوثي إصابة فعبد ربه منصور مافيا فالتحالف أكبر منهم يهودي اليهود. وكل نادي يلعب بنا اليهودي والنصراني. ماذا تريد أن نخرج نفعل؟ تمام. قتل أحلى زعيم في الأرض. أحلى زعيم. ما نعظمش ولا نكبره. وافتهان بيني وبينك بأمانة أنه ارتاح. ارتاح من أذاوتهم من بلاهم. حتى الآن يعلقوا عليه كل في ذمة علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح أنا دولة. وقال له من البداية قروا. لكن تعاونوا في خراب اليمن. فاللي بخرب اليمن لا يمكن يبنيها. أنا متحسر على الناس اللي في الشوارع اللي منظمين اللي خرجوا أمس. تمام. العزة والشرف والاحترام وفوق عيوننا ورؤوسنا كل البنات اللي خرجين عز وكرامة. أمس أنا غثيت على العسكر اللي ضربوهم مهانين. مين ما خرج عن حوثي ما حتلقفه. ما بش دولة علمته. ما بش قائد دعمه وفحمه. تلقفتها العصابة. ما بتوقع يفعل في الشارع وفاح قراح بدون صبح بدون غداء بس الدالب بندق ومدريمة خاوية من الأول. قلنا لكم أحنتونا. تمام. اقرأوا التاريخ عن الناس. اسلم. لا تتقاتلوش. لا تتحاربوش في ذمة الحوثي وعبد ربه ومنصور. خلي يواجه مصيره. خلي يواجه مصيره. كل واحد العقل. لا تتضحي بنفسك وبأولادك من أجل ولاية الحوثي. ما اختلفناش. ما اختلفناش. عليكم أنتم مقصرين. الإعلام مقصر اليمني. انظر إلى إعلام المغتصب. انظر إلى إعلام العدوان. يشتغلوا صح. ما مش معاكم صورة في الساحة. نشيل لكم برامج تبين الحقائق من أول لحظة. من أول دقة. من أول طلقة على الدولة هذا. لا يسمحون حتى أشوف التليفونات الآن. لو مسكوا واحد معه تليفون بيصادروا. التليفونات الله يحفظ اليمن. تمام. لكن أيضا هناك شجعان. هناك ناس شجعان. نعم. وهناك فتيات شجاعات يقومون أيضا بالتصوير من كل مكان. شكرك أبو عبد الرحمن. واستمع لأبو طارق بن دمار. العز والمجد والشموخ والفخر لكل المجدات اللواتي خرجنا يوم أمس في صنعاء واللواتي لم تهيبهن أو تنهي من الدبابات والمصفحات. يا أخي آن للشافعي أن يمد رجله. نعم آن الأوان لأن نقول فلترتفع راية النضال المؤتمرية شموخا وفخرا واعتزازا. نعم. يعني ما من مدينة أو قرية أو عزلة أو هذه إلا وأنت شاهد المنجزات على مختلف الأصعدة. لا أقولها من باب المن. فالواجب واجب. وإنما لأن أذكر بأن الفكر المتطرف يعني الفرق ما بين الفكر المتطرف والفكر الوطني المنتج الاعتدال والتوسط ترقى بإنجازاته والمطلوب الشعبي العام الذي اتخذ الولاء الوطني مبدأ شريف لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع التابعية أيا كان شكلها أو نوعها.
يكون تاريخ. وأنا أرى البعض يمر مرار الكلام عندما يتذكر الماضي. أين كنا وأين أصبحنا في الأمس؟ أين أصبحنا اليوم؟ في العصر الذهبي كنت أنا والكثير يحاول شراء اللبن في الفضاء ولا نقبل السلفان إلا بالغويجي، واليوم كعف شاهي واجبتنا على مدار اليوم. أخي دعني أسأل، هل لا زالت جبهة قائمة؟ ولماذا لا زالت جبهة قانية ونافع والملاجم سيرها راكد؟ وجبهة صروح أيضا حبيسة الأوامر، هذا أثار عندي الشك أن رغبة التحالف وصلت إلى قناعة محل سر. لماذا؟ رسالة أتمنى. رسالة مهمة للجميع، أتمنى أن يلتقطوها وأتمنى أن يتحركوا للجبهات للانتصار للنساء. شكرا جزيلا لك، واستمع لأب أم محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لو سمحت يا عبد الولي، بالنسبة للي صار كله البلد حين النهاية حقت هذا كله إيش؟ ما الذي تتوقعيه؟ الناس بيعبروا عن رأيهم وعن. أنا عارفة صح ما. اللي خرجوا صح ما. اللي خرجوا أمس للثورة وكذا كله صح كان المفروض من أول شيء، لكن الآن البلد تضيع، المهرة تضيع، حضرموت تضيع، عدن تضيع، البلد كلها تضيع. طب والنهاية والأمم المتحدة مع الحوثي أساسا، هي مع الحوثي، طب والنهاية الناس ماتوا والبلد اتدمرت. طيب وبعدين؟ وبعدين البلد لابد ما تتطهر ولابد ما تتحرر من رجل متى؟ طيب متى قالت السد دحين كم في الساحل الغربي؟ الساحل الغربي يعني في ضغوط وفي المدة يا أبويا، والناس جواعة جعانين والناس ما يقدروا يخرجوا ويزوروا لأنهم عارفين ما هو عهد عبد الله صالح. عبد الله صالح كان لما أحد يخرج ما حد يتكلم معه، يسبوا علي عبد الله صالح ما حد يرفع عليهم سلاح، لكن دحين ما حيزوروا لأنهم عارفين في النهاية حيموتوا أو ينسجنوا. طب والنهاية؟ هذا لن يردع اليمني ولن نثنيهم عن التعبير عن رأيهم وعن اجتثاث هذه العصابة، هي أضعف مما تتصوري، واليمنيين قادرون على تمريغ أنوفها في التراب. هم يجيدوا فقط الغدر، لا يمكن يدخلوا منطقة أو قرية أو مديرية إلا معهم خاين داخلها، واللي بيسمعون يعرفوا هذا الكلام. لا بد أول حاجة يكون معهم خاين داخل هذه المنطقة علشان يدخلوها، يشتروا بفلوس، يغروا بالمال بمنصب. نعم تتحركوا بسرعة لأن الحوثي مع الأمم المتحدة مع الشرعية كلهم واحد. إن شاء الله ربنا يسدد خطاهم إن شاء الله. آمين يا رب. والناس جاءوا صراحة، العفو. شكرا لك يا أم محمد. موضوع الخيانات التي تحصل، ابدأوا بالخونة. الخونة اللي موجودين في على مستوى القرى، على مستوى المديريات، هؤلاء الذين يبيعونكم، وهؤلاء الذين يستقطبون الخونة جدد. استمع لأم محمد من الإسكندرية. أيوة السلام عليكم. أهلا يا أم محمد. أهلا بك، كيف الحال؟ الله يسلمك. الله، أنا عايز أتكلم عن الذي حصل مبارح. تفضلي. كانت بنت أختي في الجامع. نعم. ويقول لك في نسوة من الحوثيات على من اللي هي مناصرة للجنب الثاني بتاع علي عبد الله صالح على هذا، تقول لك مهزلة وسابين الصلاة وعمل يضربن في الجامع. من النسوان؟ نسوان من الحوثيات ونسوان من الذي بيقول لك مش مع الحوثيات وعمل يضربن في الجامع، وتقول لك سابين الصلاة وسابين هذا وعمل شتيمة. ايه التفرق ده؟ ايه التفرق؟ احنا كلنا يمنيين، ما يشوفوا عدوهم عدو واحد. يعني مستغربة يعني مهزلة. وبعدين انا عايزة اعول على الراجل الذي كان معك النهاردة، المفروض ما يجمعش، المفروض ما يقولش سودانية وسودانية، في شيوخ قبائل واعرفهم بالاسم. طيب. ومع ذلك مع الحوثيين. احنا تكلمنا في الموضوع هذا وانا اديت له هذا. انا احط
احترمك لان انت بتدافع صراحه، انا احترمك. ايوه تعميم أنا التعميم مرفوض صراحه، لكن يعني مجاهد ابو شوارب كان من الهاشمي، ما كانش من الهاشمي، ومع ذلك اكبر حوثي واكبر ارهابيين دلوقتي في اليمن ومع اللجان الشعبيه. طيب وبعدين والله دي مهزلة وقلة أدب، يعني ده اللي بيحصل مهزلة، الناس بتموت من الجوع. وبعدين أنا ما كلمتك شلس بعدين لأن هذا يكونوا يد واحدة ويدافعوا عن اليمن ويشوفوا المختبئ في الكهف ده عايز ايه من اليمن. المختبئ في الكهف هذا هو الهدف، هو الهدف ونهايته إن شاء الله قريبا الذي في البلد بإذن الله سيحاكم. والله ما حاسس بالناس اللي دي في البلد، الناس بتموت من الجوع، والله الناس بتشتكي لا مرتبات ولا وغلا ولا فحش، بتقول لك الغلا فحش، الحاجب بقت اضعاف اضعافها. طيب شكرا لك يا ام محمد. العفو. وبعدين شكرا. بصراحه ربنا نحترمك بصراحه ربنا لانك الله مش الله. بتجمع. شكرا شكرا جزيلا. العفو الله يخليكم، مع السلامه. بهذا نختم مشاهدينا الكرام، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. النساء اليمن طالبين بالنكف، لا نريد أنه نعطي الموضوع يعني أبعاد خارج السياق. هذه ثورة جياع، ليست فقط موضوع الاعتداء على النساء، هذا جانب. افترض أنه القبائل تنكف وتثور وتثار لهؤلاء النساء، لأنه ما جرى هذا عيب كبير، عيب كبير في حق اليمنيين وفي حق أبناء اليمن. أتمنى للجميع السلامة والنصر إن شاء الله قريب. حتى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.